السيده هذه راه ماشي نقولوا حنا حتى واش ليش راه ماشي كاينش اللي يقدر يقتل وليداتو. هذه راه مشكله وقع لها ضبط خطا. المشكله عندها مجوج راه زوج عيالات ويمكن ديك الساعه فين ضربات انت يمكن مقلقه ولا شي حاجه، راه ماكاينش اللي يقدر يقتل وليداتو ولا يعذبهم ولا شي حاجه. هضره هي تبقى تتقال، هذه راه ضربت خطا وراه عزيزه على ديك البنت. راه كدوز من حديتها تبوسني يوميا، كتبوسني كنعرف موها، كنعرف باها، كنعرف عائلتها، كنعرفهم كاملين. باش يقولك شي واحد لو كتخنقها ولا كتحرقها ولا كدير، راه زيدت الهضره اخويا. هذه ضربت خطا وصافي، وقع لها. حنا راه تعصبات عندها مشكل. وقال لك ديجا البنت قال لك شافوها الناس بلي كتحرقها وكتشري المدرسه، كانوا معاهم. الا تقرب عليها شي بريق ولا شي مقرز ولا شي حاجه سخونه تيوقع الدري الصغار، هادشي هذا ماشي كاين اللي يكب على ولاد، هادشي هذا ما يمكنش. وتبقى تداوي عاد الحل وتحل فيه. هذا المشكل ديالك ديك الساعه قلق وضربت خطا، هادشي اللي وقع. سيرات وشير ضربها حتى بالعصا وصافي. كانت تضرب انت بحال كيضربوا الناس وليداتهم، جات الضربه للراس وقع اللي وقع اخويا. اما شي حاجه اخرى باش نكذبوا عليك نقولوا لك لا تدي لا ولا كتفعل لا ولا كتقرا، ما كايناش. المراه راه كامله، راه عقلها راه مزيانه، ماشي مراه راه خايبه، راه مراه بعقلها صاحبي، راه مراه خدامه على راسها. وراه كبتها هذه، واش كاين اللي يقدر، ما كاينش شي واحد يقول لك يقطع ولاد ولا يدير لهم ولا يفعل لهم، راه ما كاينش. هذا المشكل. حنا فاجعه براسنا بقات فينا. البنت راه كدوز تبوسنا هنا وكتهضر معنا بنيه صغيره بقدها قد بنيه ديال قياس الخير. ولكن المشكل اللي عندها راه زوجها هي المراه اخرى وهذه وقلق وكذا، زاد ضربها ضربات للراس زاد فيها وقع له. هي براس راه توا في خطر، هي براس راه مشات في خطر. هادشي ما يوقع. واش غادي با غادي يخلي ما تضربات؟ لا ما يخليها السعيد، ما يخليها السعيد، لا ما يخليها. هادشي اللي عبد الله حاجه اللي قال لك بنيتي صافي. احنا غادي نمشيو شي لا بغيتي تقبض التحقيقيه من المدرسه ديالك.